حج 56 سنة شفت فيها العجب العجاب، ولكن باش تجبدني فين كاين دابا وتكتب لي خطبة الجمعة في 3 ثواني وتجيب بايدن للمغرب ضغط الزر وتجاوب على تمرين الرياضيات في ثانية، هاد الشي ما عمري توقعت أن العالم غادي يوصل لي. من باب الفضول دخلت لمحادثة مع الذكاء الاصطناعي وسولته في أي مدينة كاين أنا دابا. الإجابة كانت صادمة، ما كنتش متوقعها. جاوبني أنني كاين في مدينة مراكش في المغرب، وبالفعل أنا كاين في مدينة مراكش. ما وقفش هنا، مشيت درت أداة أخرى ديال الذكاء الاصطناعي باش نشوف واش هاد الشيء بالصح ولا غير بروباغندا إعلامية، ودخلت وطلبت منه يكتب لي خطبة جمعة حول الرشوة، والإجابة كانت صادمة. تصور أنه كتب لي خطبة جمعة كاملة بأحاديث وآيات قرآنية كتكلم كلها على الرشوة. ما وقفش عند هذا الحد، طلبت من الذكاء الاصطناعي يجيب لي بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب، وبضغطة زر هانتوما كتشوفوا كيفاش الذكاء الاصطناعي زيف لنا الحقائق في 5 ثواني بطريقة محترفة ما تقدرش تكذبها. ما غنوقفوش مرة أخرى هنا، غادي نجيبوا هاد الورقة ديال التمارين الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي، وغادي نشوف الذكاء الاصطناعي واش غادي يجاوب لنا على الأسئلة بسرعة، وطبعا غادي نكتبوا ليه السؤال، وكيف ما كتشوفوا الجواب كان في أقل من ثانية. دابا السؤال المطروح، واش هادو اللي طوروا العقول غير بشرية تتفوق على الذكاء البشري، واش الهدف ديالهم تبسيط العلم والمعرفة، ولا الهدف ديالهم خلق عقول وأجسام غير بشرية اللي تحل محلنا وتفكر بدلنا وتوجهنا فين ما بغاو فكريا ودينيا؟ الغريب في هاد الشيء هو على أن مبتكر أو صاحب الذكاء الاصطناعي جيفري هينتون خرج تبرأ من الذكاء الاصطناعي اللي صنع، حيث قدم استقالته لشركة جوجل وصرح أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأن برامج الذكاء الاصطناعي ستتفوق علينا مستقبلا وعلى صانعها من البشر قريبا. المخاطر ديال هاد الشيء بدأت تلوح في الأفق بعدما تكسرت الحواجز بين الإنسان والأجهزة، ولا التعلق بالأجهزة مرضا أقوى فتكا من الأمراض الأخرى الكثيرة المنتشرة في العالم. وفي المقابل بدأت الحواجز بين البشر الطبيعيين أنفسهم كتتسع الهواء ديالها. أيضا إيلون ماسك المعروف بتبنيه للتكنولوجيا تبرأ أيضا من الذكاء الاصطناعي، وقال وصرح على أنه خطر قادم في المستقبل وخاصنا نواجهه بكل الإمكانيات. في المقابل كاين واحد الصمت غريب عندنا عند الحكومة المغربية، والسؤال المطروح إلا كان في راسها هاد الشيء راه مصيبة وساكتة، راه مصيبة، وإلا كان قاع ما في راسها وساكتة أيضا والله إلا مصيبتين. حقيقة أنا أتساءل اليوم تيا كنقولوا على أنه وكنصرحوا وكنقولوا أبناؤنا في خطر، وخاصنا نديروا شي حلول اللي هي استباقية. تصوروا معايا أنه بلاص ما يتعلم ويخدم عقله ولا غادي يدخل أي موقع إلكتروني ويلقى المعلومة جاهزة ويستهلكها، ويريت يستهلكها فيما هو إيجابي يقدر يستهلكها فيما هو سلبي، وبدل ما يتعلم الهندسة والطب غادي يتعلمنا كيفاش يفبرك الأصوات وكيفاش يشهر بالناس ويبتزهم. وهذه كلها مخاطر خاصنا نوعاو بها كاملين كآباء وكمجتمع وكحكومة. نحن اليوم أمام خطر، داكشي علاش خاص الحكومة ديالنا تتدخل وتدير مواد خاصة بالذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية، وتنبه أبنائنا على أن استخدام العقل البشري هو آلية لا بد منها ولا يمكن الاستغناء عنها، وإلا نتسألوا كيف السويد اللي هي دولة كبيرة ومتقدمة في الذكاء الاصطناعي وفي الرقمنة وفي غيرها من المواد التكنولوجية اليوماتية كتقول على لسان وزير الثقافة ووزير التعليم على أنهم رصدوا واحد الميزانية كبيرة باش يشجعوا التلاميذ ديالهم على الرجوع إلى الكتب والأقلام التقليدية اللي تعلمنا احنا بها جيل 60 وجيل 70. إذا السويد اكتشفت على أن لي طابليت وعلى أن هاد الشيء كامل ديال التكنولوجيا خطر إذا حل محل الكتب. لماذا؟ لأنه بكل بساطة العقل ما تلا يستخدم غيتوقف، كل شيء موجود هنا في هذه الآلية ديال الذكاء الاصطناعي وما علينا الاستهلاك. إذا كنقولوا كنأكدوا على أنه إذا كانت السويد قالت هذا الشيء أش غادي نقولوا نحن؟ إذا لابد من وقفة ولابد من نديروا حلول مستقبلية. اليوم اللي كتكلمنا على التعليم وتكلمنا على المخاطر ديال اللي يمكن يواجهها الأبناء ديالنا، بغيت نقول على أنه أي إصلاح اليوم تيلا رجعتوا معايا ديال التعليم كيجي من خارج السياق ومن خارج منظومة التعليم.
ما عمر دار شي إصلاح في المغرب داروها أبناء الدار، كل الإصلاحات كتجي من خارج الدار ومن الناس ومن مسؤولين لا علاقة لهم بالقطاع لا من بعيد ولا من قريب. إما كيجدروا تجربة فرانكوفونية وكيجيبوا حاولوا ينزلوها في المغرب، وطبعا غادي تفشل بكل أسف وفشلات. لماذا؟ لأنه الصين واليابان ومجموعة كوريا الجنوبية وغيرها من الدول وماليزيا وسنغافورة هذو كاملين تطوروا. لماذا؟ لتشبتهم بالهوية ديالهم باللغة الأم ديالهم. اللغة ديالنا نحن هي اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، وللأسف نحن مازال جميع الخطابات ديالنا، جميع المكاتبات ديالنا، جميع المراسلات ديالنا لازالت باللغة الفرنسية، وهذا عيب شكلي خطير جدا كنواجهه. وزيد 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 على ذلك. تحياتي لكم والسلام عليكم.